الثاني بالنسبة لنادي الاتحاد. سنتابع إن شاء الله. كرة ملعوبة عالية أمام المرمى، الاتي لا يرفع المنديل، الاتي يقول لا للمستحيل، الاتي في أسوأ ظروفه يعود، وقراب الآن في لبقة كأن لما سجل في مرمى الإمارات عام 88 في مدينة زايد في مدينة واستاد الملك فهد، الآن بنفس الروح يظهر ويريد أن يسجل فريقه، نور يضعها في المرمى. زمان كانوا يقولون يا نور شكل ونانك يا صلاح، واليوم جمهور الاتحاد يقولون شكل